افتتح ماستر تاريخ شمال إفريقيا وجنوب الصحراء موسمه الجامعي الجديد بمحاضرة علمية حول موضوع تمثلات المؤسسة الملكية بالمغرب عبر التاريخ. المحاضرة من إلقاء الأستاذ محمد حاتمي رئيس شعبة التاريخ بكلية فاس سايس، وأطرها الأستاذ سعيد البوزيدي. هذه محاضرة ذات طابع بيداغوجي، الهدف منها هو توجيه الطلبة في قراءتهم للمصادر المغربية والمصادر الإسلامية، وكذلك بعض ما كتبه بعض المستشرقون أو الاستعماريون حول المغرب، وذلك بالتركيز على مؤسسة مستمرة في تاريخ المغرب هي مؤسسة الملكية. كيف تتمثل هذه المؤسسة نفسها؟ كيف يتمثلها الشعب المغربي؟ وكيف يراها العديد من الملاحظين؟ أستاذ حاتمي يغوص بنا في الأعماق حول تمثلات المؤسسة الملكية عبر تاريخ المغرب، واللي فتحت الآفاق وكذلك المجال للغوص في هذه المؤسسة التي تحكمها علاقة وطيدة ما بينها وبين الرعية، أو ما بين المؤسسة الملكية والشعب وكل مكونات الدولة المغربية. الأستاذ محمد حاتمي أكد في مداخلته على أن الملكية بالمغرب مؤسسة تميزت بالاستمرارية، حيث أن النظام الملكي وجد ببلاد المور منذ الفترة القديمة، كما أشار الأستاذ المحاضر إلى أن كتاب التحدي للملك الحسن الثاني يعد مرجعا تاريخيا مهما لفهم أغوار هذا الكيان السياسي. الموضوع كان مفيدا وراهنيا لأنه تناول المؤسسة الملكية في الوقت الراهن ودورها في المجتمع المغربي الآن. كما أكد الأستاذ محمد حاتمي أن هذا اللقاء العلمي هو شق بيداغوجي للقدرة على التحليل والتركيب وتمكين الطلبة الباحثين من سبل التفاعل بين الحقول المعرفية المختلفة. وقد حاول الباحث جهد المستطاع أن يركز عن الرموز أو التمثلات لهذه المؤسسة، تمثلات رمزية وتمثلات يعني عبر تاريخ المغرب، رغم أنه لم يشير إلى ما قبل الإسلام. وطبعا هذه مسألة مع الأسف الشديد دائما عندما نتحدث عن الممالك أننا نتحدث عن المملكة ابتداء من القرن أو 12 القرن على تاريخ المغرب، في حين أن الممالك، وكما تعرفون لشك أنكم قرأتم ذلك مع السي البوزيدي، أن أول ملك ظهر في المصادر الملك مريو أو أمرياي منذ 1235 قبل الميلاد، والذي كاد يطيح بالنظام الفرعوني في عهد منبتح. 1235 إذا أضفنا عليها 2016 ونحن الآن يعني ما يناهز 35 قرن من النظام الملكي. بالنسبة للعرض سلط الضوء على المؤسسة من الناحية الأنثروبولوجية،
أكثر منها سياسية، فتح أذهان الطلبة والأساتذة على مسائل ربما لأول مرة نلمسها في تاريخ المؤسسة الملكية عبر التاريخ. نأمل أن كما قال الأستاذ منسق الوحدة الأستاذ بوزيدي أن يسلط الضوء على المؤسسة الملكية في الفترة القديمة، وهذا ما وعدنا به من خلال استضافة الأستاذ وحدي، وأتمنى أن يبقى في وعده وأن تقام محاضرة أخرى من أجل تسليط الضوء على هذه المؤسسة لتكون الرؤية متكاملة منذ القديم حتى الفترة الراهنة. وشكرا. وهذه الندوة التي كانت غنية بالمعلومات التي أغنت الرصيد المعرفي لدى طلبة ماستر تاريخ شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء بصفة خاصة، وطلبة التاريخ والحضارة بجامعة ابن طفيل بصفة عامة. أعطى تحسيس للطلبة بضرورة انفتاح المؤرخ على مجموعة من التخصصات وعلى مجموعة من الحقول المعرفية، بما في ذلك الأنثروبولوجيا، السيميائيات، علم السياسة وغيره من العلوم، لأن المؤرخ لا ينبغي أن يظل منحصرا في قوقعة البحث التاريخي الضيق، وإنما عليه أن ينفتح على علوم أخرى. ليفتتح المجال للمداخلات وطرح الإشكالات والتساؤلات وفتح باب المناقشة العلمية والمعرفية. فتدخلات ديال الطلبة اليوم كانت في واحد النسق آخر، اللي هو عنده بعد معرفي، بعد علمي، وكذلك بعد اجتماعي. وكانت النقطة الأساسية في هاد مثل هاد المحاضرات وهي الحرية وكذلك التلقائية التي أصبح يتمتع بها الطالب في الجامعة المغربية، وهذه سنة محمودة. نتوخى جميعا تعزيز ذلك التلقح الفكري والأكاديمي بين الطلبة وكل من لبى دعوة الحضور، وهي محاضرة تستحق الإشادة والتنويه. كما نوه الأستاذ حاتمي بالتجربة المتميزة والفريدة لمسلك ماستر تاريخ شمال إفريقيا وجنوب الصحراء بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، ودعا إلى تكثيف اللقاءات الأكاديمية لفتح آفاق وحقول معرفية مختلفة أمام الطلبة الباحثين. الأهم خلاصة المهمة هو أن هذه مؤسسة لها قدرات خارقة واستثنائية من أجل التأقلم لتصبح أو لتكون بحق مركز قطب راحة هذه الدولة، وكذلك الجامع أو الخيط المنظومة التي تجتمع تحت لوائها بالمعنى المادي والمعنوي الأمة المغربية بجميع مكوناتها، جميع أطيافها، وجميع توجهاتها الفكرية والإبستيمولوجيا بالمعنى الفلسفي.